الخيارة السويدي، عليها العلم السويدي، الخيارة الواحدة عشان متبرشمة ومتزبطة، ويقولك مفيهاش كيماويات ومفيهاش مش عارف ايه، وزراعة سويدية 100% ومغطينها كده. الخيارة الواحدة ب25 كورونا سويدي، حاجة بجد تمخ العقل. عشان تعمل طبق سلطة يعني تستخدم خيارة ونص كيلو 350 جرام طماطم، 350 جرام طماطم جنبها هنا ب 39 كورونا، عشان تعمل طبق سلطة من خيار قوطة. شوف هتدفع قد ايه كل ده عشان خاطر زراعة سويدية.